السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه برج السرطان الفتره اللي جايه. برج السرطان، انزل وقول لي يونس لما كان في البطن الحوت قال ايه لربنا نجاه وطلعه وخرجه من بطن الحوت. انزل واكتب الدعاء اللي سيدنا يونس قاله وان شاء الله باذن الله ربنا يفك كربك. اخر الفيديو هنشوف رسالتك من ربنا باذن الله. طيب يلا يا برج السرطان، احضر معايا توقعاتك من هنا لحد تقفيل السنه الفتره اللي جايه على الملح الروحاني. نشوف بقى حياتك ونشوف مستقبلك الفتره اللي جايه. برج السرطان، برج السرطان، انت شايل حمل وشايل مسؤوليه، تعبت، زهقت، حاسس ان انت لوحدك ومفيش حد معاك رغم ان هم كلهم حواليك. دايما حاسس بالوحدة، مش حاسس بالاستقرار ولا الراحة ولا عدم التوفيق في حاجات كتيرة جدا في حياتك، شغلة بالك، حاجات كتيرة جدا مضايقاك. حاسس ان انت عايش في كوكب الاحلام لوحدك ومش لاقي حد معك. برج السرطان، بسم الله ما شاء الله. اول حاجة انت بتحاول تنهي بعض الامور اللي في حياتك وتتخلص منها وترميها ورا ظهرك، بس دايما الماضي حاسه ان هو ملازمك ومش سايبك في حالك، بتتحاول تتخلص منه بكل الطرق، بس في حاجات كتيره جدا واقفه في وشك ومضايقاك. في كمان هنا رزق جايلك من مجموعه اشخاص في حياتك، بس خلي بالك من انسان في حياتك دايما بيمتلك فيك تصرفاته، بتلاقيه بيتكلم، شخص مش كويس. انت دايما يا برج السرطان متفائل خير، عندك شخص يعني عندك شخص كده هيقف معاك وهيدعمك بالخير وبالرزق باذن الله. شايفه كمان ان الرجوع الحق اللي هيرجع لك هيخليك تقرب من بعض الاشخاص، واحذر من اشخاص بيلفوا ويدوروا عليك. وفي شخص بيحاول ياخد مكسبك، اذا كان في المال او اذا كان في العمل بيحاول ياخد مكسبك. شايفه كمان ان انت هنا اتغيرت، طريقه تفكيرك اتغيرت، احوالك اتغيرت. عايز اقول لك كمان ان عندك لقاء بينك وبين شخص انت بتحبه ومستنيه من فتره، وجالك الوقت ان انت تنزل وتقابله وتشوف انت عايز ايه وتشوف مصلحتك. دايما عندك مصاريف زياده يا برج السرطان. عايز اقول لك كمان ان عندك اسم بينك وما بين شخص، شخص هيدخل حياتك الفترة اللي جاية. ده مش كده وبس، كمان ده انت عندك سفر، وشايفة كمان ان انت بتلم هدومك وماشي، وكمان هتتشيك وهتلبس وهتروح المكان اللي انت عايزه. وفي كمان موضوع هيبقى في ايدك الايام اللي جاية، حاول ان هو ما يروحش من ايدك علشان ما تندمش عليه بعد كده. عندك شخص كمان مش كويس بيحاول ان هو يأذيك وعايز يمسك عليك زلة، احذر وخلي بالك. شايفة كمان ان انت هتقعد مع ناس الفترة اللي جاية، والفترة دي هتكون فترة راحة، ومش كده وبس، كمان ده هتبقى فيها مصلحة ليك حلوة، وهتتصرف بشكل ايجابي خلال كام يوم، هيجي لك فلوس وهيبقى في عندك امور في العيله تخصك. ده مش كده وبس، كمان يا برج الاسد ما شاء الله، ده انت هنا عندك دايره هتدخل فيها بورق حلو جدا، هتخلص ورق، هتمضي امضه، هتاخد عقد، وهتبقى عندك فتره حلوه، فتره من الود والمحبه. ايه ده يا برج السرطان، انت بتقول على نفسك انا عندي اكتئاب وموجوع وقلبي مخنوق؟ لا، ما انت عندك ابتسامة حلوة وهتراجع حساباتك وهتدخل في طاقة ايجابية. ده مش كده وبس، ده انت هتهتم كمان لبعض الامور اللي في حياتك، هتهتم بيها من جديد وهتجدد حياتك باذن الله. ده مش كده وبس، كمان ده عندك حاجات كتيرة جدا في حياتك هتتحسن. بس عايز اقول لك على حاجة، في بيتك حاجة هتبوظ، تخص تلفزيون، تخص ريسيفر، تخص تليفون، الله اعلم الاسبوع اللي جاي. وشايفه كمان ان انت هتحس بشويه كسل وخمول ونمل، عندك حسد يا برج السرطان. انا نزلت لك على القناه بتاعتنا علاج الحسد، عندك كسل الاسبوع اللي جاي.
شايفة كمان ان انت ربنا هيشيل عنك العيون، عيون الناس اللي مش سايباك في حالك، اللي ظهرالك بطاقة غريبة. شايفة كمان ان انت في موضوع هيضايقك بس مش هتتكلم فيه مع حد من اقرب الناس ليك، وتحديدا الفترة اللي جاية هتكون فيها بعض الراحة في حياتك، هتحصل على راحة البال، بس هتكون مسؤولياتك زيادة والتزاماتك كمان. عندك طاقة فرج، طاقة خير هتدخل بيتك بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. بص يا برج السرطان، الفترة دي هتحاول تخرج نفسك لمكان تاني، هتحصل على حاجات تانية، بداية جديدة يا برج السرطان. موضوع بينك وما بين 3 أشخاص، شايفة كمان ان انت هتاخد قرارات عميقة الفترة اللي جاية بسبب طيبة قلبك بتخليك مش مركز في بعض الأمور عندك، عايزك تنتبه من خلاف واحد مع واحد بينك وما بينه فلوس، هيبقى في خلاف بينك وما بين حد على فلوس، خلي بالك الخلاف ده هيتحل خلال الفترة اللي جاية عشان عندك تحقيق أمنية بإذن الله. عايزة أبشرك كمان، دخلك عرض شغل هيجيلك، بس في شخص هيطلب منك مساعدة في موضوع يخص حياته، شايفة كمان ان انت هتقف معاه وهتدعمه، بس خلي بالك في نصب عندك، حاسب وخلي بالك وحاول تفكر كويس وما تديش بزيادة عن اللزوم، كون حريص. وفي شخص هنا بيخرج من حياتك، مجرد ما بيدخل شخص بيدخل غيره، فخلي بالك. في شخص كمان هنا عايز يرجعك لحياته وهيعمل المستحيل علشان يرجعك لحياته مرة تاني، بس القرار ده انت اللي هتاخده وانت اللي هتتصرف تعمل فيه ايه. شايفة كمان ان انت هنا هيصدر منك موضوع وهتاخد موقف، حاول ما تديش اي قرار في موضوع غير لما تفكر فيه كويس جدا. في مكان هنا بالك مشغول بيه انت مش عايز تروحه، وفي شخص هيقولك انت كنت في المكان ده خد بالك، فانا عايزك تاخد حذرك الايام اللي جاية كويس جدا يا برج السرطان. ايه الحاجة اللي كنت على موعد بيها ومحصلتش واديتها ظهرك ونسيتها كمان؟ عايز اقولك دي هترجع لك لحياتك الفترة اللي جاية. بسم الله ما شاء الله. عايز اقولك ان في حد مركز معاك، شخص من المقربين مركز معاك جدا، والشخص ده بيفرح لما يسمع عنك حاجة وحشة. شايفة كمان ان في عتاب بينك وما بين حد، وخلي بالك وياريت تركز كويس جدا في اللي انا بقوله لك. بالك مشغول الفترة دي، في انسان طويل عندك في حياتك، الشخص ده مش كويس، مخبي عليك موضوع، خلي بالك وكون حريص علشان خاطر الايام اللي جاية هتتكشف لك اسرار كتيرة جدا يا برج السرطان. بسم الله ما شاء الله. تعبك ومجهودك الفترة دي هتحصد منه نتيجة كويسة جدا. الفترة دي حالة من التفكير في كل حاجات، في حاجات كتيرة جدا شغلة بالك وحاسس ان حياتك متلخبطة، بتفكر في الفلوس، الحالة المادية واقفة معاك، عارف ان الدنيا متلخبطة معاك وشايف كده كويس وعارف ان مفيش استقرار في حياتك. بس عايز اقولك على حاجة، عندك مقابلة شغل حلوة هتجيب لك فرصة جميلة هتستغلها وهيكون في ترقية، بس خلي بالك من شخص حواليك في الشغل حطك في دماغه وعايز يوقعك، احذر منه وخلي بالك كويس جدا. بص يا برج السرطان، عندك هدية حلوة الايام اللي جاية، وفي شخص هيحاول يقرب منك علشان مصلحته، خد حذرك وعيد بترتيب احتياجاتك. انت محتاج تركز الايام دي في بعض الامور اللي عندك اللي انت مش مهتم بيها. عندك شخص مركز في حياتك الفترة دي، كمان في شخص هيحاول يقرب منك،
بس شايفة كمان هتقفل، ان انت هتقفل الباب وهتاخد حذرك، هتاخد حذرك بايدك. شايفة كمان انه في قلبك شخص تاني. احذر من المنازعات، احذر من المشاكل، احذر من التوتر. عندك علاقة تالتة يا برج السرطان، احذر من مشكلة بسبب العلاقة دي. شايفة كمان المنفصلين هيكون عندكم رجوع ولم شمل، عندكم حد بيحبكم بس محسودين في رزقكم وفي حياتكم. في كمان مكان بعيد او عندك مناسبة حلوة، بس كمان يا برج السرطان انت عندك حد تعبان حواليك، في حد تعبان عندك، ربنا هيشفيه الفترة اللي جاية. شايفة كمان في عرض عليك، خلي بالك من العرض اللي هيجيلك. شايفة كمان ان انت عندك مشروع هيتحقق على خير بإذن الله. في واحدة ست من العيلة هتعمل معاك مشكلة، هتعتذرلك، هتعتذر وهتقولك انا اسف، او هتقولك انا اسفة. في موضوع ندمانين عليه رغم انه هيجيلكم من وراه خبر حلو هيفرحك. انا عارفة ان انت بتعاني بوجع في رجلك الفترة دي، عندك جسمك متكسر، بتحاول تتخلص من الطاقة اللي انت فيها، بس عندك بعض العراقيل واقفين في حياتك. في كمان اشخاص ما بيقولكش شكرا ابدا على اي حاجة مهما تعمل. اقول لبرج السرطان ان انت عندك خير. بسم الله. ايه برج السرطان؟ بتبقى انت بالك مشغول اهو وبتخطط في حاجات كتير. في مفاجأة جيالك وفي خبر بسبب تخطيطك، اذا كان ارتباط او نجاح حلو، عندك انتصار على بعض الاشخاص في حياتك. شايفة كمان كل المتاعب اللي انت فيها دي هتتخلص منها، وعندك خطوة ايجابية وخطوة حلوة وكمان علاقة عاطفية جديدة. بسم الله ما شاء الله، ده ايه القراءات الحلوة دي يا برج السرطان؟ برج السرطان في كمان ان انت في جاذبية بينك وما بين شخص، عندك فرحة، انت قلبك اتكسر اكتر من مرة وبتحاول تحل المشاكل اللي انت فيها، وعندك بعض النزاعات او الضيق في خيارات في مواضيع شغلة بالك. بس عايز اقولك ان انت المقابلة دي هتكون حلوة. عندك بعض الامور الغامضة حواليك اللي تعباك جدا، ففيها فرح وفرج الايام اللي جاية. عندك شخص هيحوم حواليك وهيحاول يطبطب عليك، هيحاول يستغلك وهينصب عليك لو ما خدتش حذرك. عايزة اقول لبرج السرطان عندك فتاة خمرية عايزة تفوتك في مشكلة عشان تاكل حقك. احذر وخلي بالك من امور انت محتاج تخمول، تخلي بالك كويس جدا. احلى حاجة فيك يا برج السرطان ان انت بتعرف راسك من رجليك كويس جدا. شايفة كمان ان هيكون في لم مع بعض الاشخاص، فخد حذرك، خد حذرك كويس جدا. عندك الايام اللي جاية انطلاقات كتير حلوة واحداث حلوة باذن الله. بص يا برج السرطان، انت مندفع الفترة دي قوي، عندك كلام علاقة جوه قلبك وعايز تطلع اللي جواك، بس ما عندكش ثقة الفترة دي بحد ابدا، خايف وقلبك موجوع وخايف موجوع القلب، يعني انت خايف من القلب والعقل تفكير طول الوقت. احذر من النصب والاحتيال يا برج السرطان، جواك كلام عايز تعبر بيه عن نفسك بس خايف تتكلم بيه عشان اتوجعت كتير. بص يا برج السرطان، انت حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان الدنيا متلخبطة معاك. الفترة اللي جاية دي هتكون فيها فترة حلوة، وهتمشي في طريق محامي، الطريق ده هيريحك، هتحصل على الثروة حقك، هيبقى عندك فترة فيها بعض التغيرات وبعض الناس. انت بتحاول تخرج ناس كتيرة جدا من حياتك ظلموك وكسروك، عندك نقلة جديدة، النقلة دي هتكون في فترة حلوة بإذن الله. في شخص كمان هيكون في عتاب بينك وما بينه، خد حذرك وخلي عينك في وسط راسك. انت ما بتحبش تشتكي همك ابدا لحد، بس دايما متراقب من ناس بالها مشغول بيك يا برج السرطان. في ناس
عندك انت متراقب منها ومش سايباك في حالك ابدا ابدا ابدا، وشايفه كمان ان انت هنا بتشكي همك لربنا. الست اللي تعبانه ممكن تكون مامتك، ممكن تكون حد من المقربين لقلبك، ربنا هيشفيها الفتره اللي جايه. بسم الله يا برج السرطان، عندك افكار تعباك، تعب دماغك، انت مضغوط الفتره دي من ناحيه العائله، من ناحيه الماديه، عندك امور مكركبه في دماغك، مش عارف تبدا من اي اتجاه ولا تبدا من اي طريق، بس عندك طاقه سعاده، بس انت مش شايف حاجه بسبب بعض الاشخاص اللي كانت علاقتهم بيك سامه وكانوا ظالمينك. برج السرطان، عندك توازن امور وعندك خطوه ايجابيه في حياتك، عندك كمان لمه حلوه مع اصدقائك، وهتجيلك المكالمه اللي انت مستنيها حلوه، وشايفه كمان ان هتجيلك مكالمه تاني هتزعجك من شخص في بينك وما بينه حب متبادل، بس خلي بالك، خلي بالك من العقبه اللي موجوده في حياتك وعدم توفيق الاهل. عندك موضوع شاغل بالك وشاغل تفكيرك هينتهي على خير، وهتحط نقطة في البداية ونقطة في النهاية، وهتبدأ الموضوع بطريقة انت عايزها، ومش كده وبس، ده فيه هديتين جايين لك في الطريق، تجمع مع شخصين في مكان هيكون بينك وما بينه اتفاق على عمل او على مبلغ، هتجيلك فترة من الراحة وفترة من الانطلاقات الجديدة وفترة من الخير بإذن الله، وهتسمع احسن خبر بفضل ربنا. ده مش كده وبس، كمان ده هتجيلك حاجة ما كنتش تتوقع في يوم من الايام ان هي تجيلك، بعد كل اللي شفته في حياتك ده هتحصد خير وهتحصد فرحة وهتحقق المشروع اللي انت عايزه وهتكسر الدنيا بإذن الله. انت يا برج السرطان لما بتحط حاجة في دماغك بتشتغل عليها كويس جدا، والفترة اللي جاية هيكون عندك اشخاص كتيرة جدا هيساعدوك وهيدعموك في حاجات كتيرة جدا انت عايزها. الان على شخص مريض يا برج السرطان، انت الان جدا وعندك حسد شديد من المقربين في حياتك، وحاسس انه عندك بعض العراقيل والنفور اللي بينك وما بين الشريك بسبب السحر اللي معمول لك يا برج السرطان. شايفه كمان انه هيكون عندك رجوع للمنفصلين الفتره اللي جايه، والمال جاي لكم في الطريق لو بالكم مشغول بيه. بس عايزه اقول حاجه لبرج السرطان، انت مصدوم من حد في حياتك صدمك وكسر نفسك، مصدوم من شخص خانك وغدر بيك وبيتكلم عليك وما كنتش تتوقع ان هو في يوم من الايام يعمل كده. انفراجات من بعد ضيق، بتفكر عايز تغير تليفونك، تغير بيتك، تغير حياتك، في حاجات كتيرة جدا عايز تغيرها، والمشكلة اللي هي بتخص القضاء عندك هتخلص على خير بإذن الله. انت اليومين دول يا برج السرطان مستني سفر بطريقة رهيبة، مستني سفر بطريقة رهيبة الأيام دي، عايز تسافر. بص يا برج السرطان، اللي انت فيه الأيام دي بعض أمور بترجع لورا، يعني في أمور بتتأجل وده لمصلحتك، في شخص بيحاول يتعبك وبيتكلم عليك وبيتكلم على حياتك، هيكون لقاء بينك وبين شخص، الشخص ده زي ما قلت لك هيحصل فيه عتاب وكلام. الفترة دي عندك شوية مشاكل بس بإذن الله هتتحل، في كلام جوه قلبك وفي ديون عليك، ربنا هيفك كربك وهيوسع رزقك بإذن الله. بس عايز أقول لك تاني، احذر من أشخاص حواليك، احذر من ناس مش سايبينك في حالك. بشرة خير جايالك بإذن الله يا برج السرطان الفترة اللي جاية، بس بلاش تتسرع وبلاش تعمل حاجة تندم عليها. شايفة كمان ان انت بتحاول تدافع عن حد الفترة دي يا برج السرطان، في شخص عندك بتحاول تدافع عنه او بتحاول ان انت تكون معاه. بص يا برج السرطان، انا دايما اقولك ان انت محاط ببعض التعابين الايام دي،
تاخد حذرك كويس جدا جدا ان هما مش سايبينك في حالك. في خطوتين قدامك، الخطوتين دول هيكون في انفراج لقلبك، وهتبقى هتحصل على الشهادة او الترقية او الحب او الحياة الحلوة اللي انت عايزها. ربنا يبعد عنك ولاد الحرام اللي حاطينك في دماغهم ومركزين في حياتك وحاسدينك على كل حاجة تخص حياتك. بص يا برج السرطان، انت هنا محسود حسد كبير جدا، لدرجة ان انت مخنوق متضايق فقدان حاجات كتيرة جدا، الكسل الخمول الحزن احلام مزعجة الم في المفاصل الكولون وجع في الدماغ وعدم الراحة ابدا، ودايما بتحس انه في وسواس وفي حاجة بتكلمك في حياتك. عايز اقول لبرج السرطان ان انت لازم تنتبه كويس جدا من العيون، تنتبه من التفكير الزايد، تنتبه من الخوف والخسائر وقلة الحظ اللي في حياتك بسبب التوتر والحيرة اللي انت فيها. انت روحانياتك عالية جدا يا برج السرطان، روحانياتك عالية جدا، بس بالك مشغول قوي بعدة المواضيع اللي في حياتك، دايما بيحصل عراقيل، دايما كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ مكانك. قلبك فيه اكتر من نغزة، قلبك فيه اكتر من طعمة، يعني انت اتطعمت واتغدرت وقلبك وجعك وملقتش الحب ولا الحنان من اي حد في حياتك، رغم ان انت كنت كويس معاهم جدا وكنت بتحبهم وبتحب ان تشوفهم مبسوطين ومرتاحين، بس هما كانوا دايما بيحبوا يشوفوك قلبك مكسور. اللقاءات اللي جايالك والاجتماعات اللي جايالك والاخبار اللي جايالك الفترة اللي جاية عايزك تكون حريص وتنتبه كويس جدا منها. ليه بقولك كده يا برج السرطان؟ علشان كل ما بتعلى كل ما بتكتشف اشخاص مش كويسين في حياتك، فعايزك تكون حريص وحويد كويس جدا، وتطلع الكلمة من بقك بألف حساب، ما تدهمش كتير، ما تدهمش كتير، مهما اديت محدش بيتمر في حاجة يا برج السرطان. اديت وما بخلتش على اي حد، حد تمر في حاجة؟ حد قالك شكرا؟ حد قالك كتر خيرك؟ محدش تمر في حاجة. فطول ما في حد، مفيش حد بيتمر في حاجة، كون حريص وانتبه كويس جدا على حالك وعلى حياتك الفترة اللي جاية، علشان العيون وراك وراكم السايباك في حالك، راشقين في حياتك يا برج السرطان بطريقة سلبية. نشوف بقى رسالتك من ربنا هتقول لك ايه. بص يا برج السرطان، تالك الدعوة اللي قلبك بينبض فيها بيها في كل وقت ودايما بترددها على لسانك في كل وقت، ربنا هيفاجئك بيها في الوقت المناسب، بس انت اصبر وقول يا رحمن يا رحيم. طيب هنختار ورقة تانية لبرج السرطان. بص يا برج السرطان، اسو ان لك رب قادر على كل شيء، قادر ان هو يغير حياتك ويغير اقدارك الى الحاجة اللي انت بتتمناها. لو كانت فيها خير ليك ربنا هيزيدك الجمال وهتبقى في حياتك لعمرك كله، فقط قول يا غفور يا رحيم. ايه رأيك يا برج السرطان؟ هل ترى انت فعلا تستاهل الدعاوى دي؟ هل ترى الفيديو تستاهل منك الدعم والتعليق الجميل؟ هل ترى تستاهل وتدخلوا تشتركوا في قناتنا الجديدة اللي فيها جميع العلاجات؟ يلا انت بقى وحدك قولي تستاهل ايه يا برج السرطان. الفترة اللي جاية هتكون خير وتقدم في حياتك، تحياتي ليك، ما تنساش طبعا الدعم وتقولي انا استاهل منك ايه.